بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته ورضاه، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يسددنا في القول والعمل، وأن يجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا أهلينا وذرارينا، وأن لا يجعل فيهم ولا منهم شقيا ولا محروما. وأسأل الله جل جلاله أن يختم لنا بالصالحات، وأن يجعلنا من أهل الجنات، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، ما زال وقوفنا مع هذه الأحاديث النبوية والكلام النبوي الذي نقل إلينا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا البيت وهذا المسجد الحرام وهذا البلد الحرام، في هذا المتن الموسوم بالأربعون المكية. ووصلنا إلى الحديث التاسع، فعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. جابر رضي الله عنه، مر الوقوف مع ترجمته، وهو جابر بن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري، صحابي ابن صحابي، فهو صحابي وكذلك أبوه صحابي رضوان الله عليهما. يروي لنا هذا الحديث الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يذكره العلماء في باب سد الذرائع، في باب سد الذرائع، وهذا باب عظيم، فإن من حكمة الشارع الحكيم ليس فقط منع الباطل ومنع الظلم ومنع الجور ومنع الإثم، بل من طريقة الشارع وحكمته أنه كذلك يغلق الأبواب الموصلة إلى الإثم وإلى الظلم أو غير ذلك من الآثام. وهذا الأمر الذي سد الباب المفضي إلى الأمر المنهي عنه يسميه العلماء سد الذرائع. سد الذرائع أي سد الباب المفضي إلى الوقوع في الإثم والمعصية، بمعنى سد المقدمات التي تكون سبباً في إدخال الإنسان إلى ذلك الأمر المنهي عنه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه في هذا البلد الآمن، وتبين لنا من خلال الأحاديث السابقة أن الأمن في مكة قلنا ينقسم إلى قسمين، الأمن بمكة ينقسم إلى قسمين: الأول الأمن القدري. وماذا نقصد بالأمن القدري؟ هو الأمن الذي تكفل الله عز وجل به، وهو واقع لا محالة، سواء قام به الناس أو لم يقم به الناس، فالله عز وجل محقق ذلك الأمن بمكة شرفها الله، فهذا نسميه الأمن القدري. ووقفنا مع
شيء من تلك الأمور التي ضمن الأمن فيها لمكة شرفها الله، وأن أعظم شيء في هذا المكان ارتبط به الأمن القدري هو هذا البيت، هذه الكعبة، فالله سبحانه وتعالى ضمن بقاءها وضمن حفظها. لماذا؟ لأن الله عز وجل ربط بين بقاء البيت وبقاء الدنيا، بقاء الحياة، فالحياة لا تنتهي، وهذه الكعبة موجودة منصوبة في هذا المكان قائمة، وإذا سقط هذا البنيان فلا بقاء للحياة أبداً. والله عز وجل جعل للحياة أمداً وقدراً معلوماً عنده جل جلاله، فلما ربط بين البيت وبين بقاء الدنيا فأصبح بقاء البيت وأمنه موكل إلى رب العزة والجلال، موكل إلى رب العزة والجلال. لذلك جاء وصف هذا البيت في القرآن الكريم بوصفين عظيمين لتحقيق هذا الأمر، الأمن القدري للبيت. الأول وهو وصفه بالأمن، وهذا كما قلنا في أول آية على حسب ترتيب المصحف جاء فيها ذكر البيت ارتبط بهذه الخصيصة التي هي الأمن، وهذا في سورة البقرة في قول ربنا جل جلاله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وقلنا من الفوائد اللغوية العظيمة بالنسبة لكلمات القرآن أن كلمة جعل إذا ذكرت في القرآن الكريم منسوبة إلى ربنا العظيم، فإنما بعدها هو أمر متعلق بتدبير هذا الكون جليل، وهذا نجده كما قال الله في حق الوجود الأول للأب الأول للإنسان، قال الله عز وجل للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. إذن هو أمر في تدبير هذا الكون. أيضا نجده في قول ربنا جل جلاله: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فجعل الحجج تقوم على البشر بإرسال الرسل، فلذلك كان هذا الإرسال أمر كوني قدري متعلق بتدبير هذا الكون ومساره ونظامه. أيضاً هنا نجد في هذه الآية العظيمة قول الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وهذين الوصفين وهاتين الخصيصتين للبيت الحرام، وإذ جعلنا البيت أي أن الله عز وجل جعل هذا البيت قائماً بهذين الوصفين بهاتين الخصيصتين، الأولى المثابة والثانية الأمن، فالبيت سيبقى محطاً لقلوب عباد الله إلى يوم القيامة، لا يقضون منه وطراً، يثوبون إليه بقلوبهم ويثوبون إليه بأقدامهم، ويتحملون في هذا الأمر كل معاناة، ويصبرون على كل جهد حتى يصلوا إلى هذا البيت، فالله عز وجل جعل ذلك أمراً كونياً لتدبير هذه الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل بقاء الدنيا مرهون ببقاء أهل الإيمان، وجعل لوجودهم مكاناً دائماً لهم وهو هذا المكان، فحفظ لهم البيت، وأيضاً عطف قلوبهم نحو البيت تعظيماً له، فيتحقق بذلك وجود المعظم للبيت
ويتحقق بذلك بقاء البيت فيتحقق بقاء الدنيا. فإذا فقد هذا المعظم للبيت الباذل جهده في القدوم إلى هذا البيت حجاً وعمرة وينقطع ذاك الركب، فهنا الإذن به أن هذا البيت انتهى دوره، فيكون إسقاط بنيانه على يدي ذو السويقتين، وعندها تقوم الساعة. فهذا التلازم بين الوفود إلى البيت وبين بقاء البيت وبين بقاء البيت والدنيا قضايا عظيمة في التدبير الرباني لهذا الكون العظيم. ومن ناحية أخرى، هذه الآية وذكرنا بالأمس من المقاصد العظيمة، وكان هذا في مقدمة درس الأمس، ما تعلق وارتبط بهذا البيت من أئمة هذا الدين، الأئمة الكبار الرسل العظام، ويتقدمهم الخليلين، خليل الله إبراهيم وخليل الله محمد صلوات الله وسلامه عليهما، فربطهما بهذا البيت. وإن التأمل في الكتاب والسنة يدل على أن ما أراده الله أن يبقى للناس إلى يوم القيامة من الشرائع والعقائد ربط بهذا البيت. كيف؟ لما أراد الله أن تبقى الملة الإبراهيمية الحنيفية السمحة أن تبقى لتكون ملة الأنبياء وملة الأمم وملة الناس وملة عباد الله إلى يوم القيامة، فربط الخليل إبراهيم بهذا البيت. ولما أراد أن تبقى الشريعة التامة الكاملة، شريعة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، أن تبقى للناس إلى يوم القيامة، فربط بالبيت. ولما ما أراد أن تكون شريعة التوراة هي الباقية للناس إلى يوم القيامة، فلم يربط موسى بالبيت. وهكذا، لذلك هذه الآية ربطت بقضية إمامة إبراهيم، وهي آية عظيمة للخليل إبراهيم وإمامته. نقول هذا ونكرره حقيقة، لأن من قصد هذا البيت من الأهمية بمكان أن يبني هويته الإنسانية على وجه الخصوص لهذين الخليلين، والبيت هو من يؤسس هذا الأصل في قلب المؤمن. ونجد النبي صلى الله عليه وسلم يربي أمته على هذا الأصل. لذلك نجد قبل هذه الآية في البقرة قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، فينشأ سؤال: ماذا كان موقف الخليل من هذا الابتلاء؟ مباشرة يأتي الجواب بفاء التعقيب التي تفيد سرعة الإنجاز. قال: فأتمهن، أي أنجز المهمة على أحسن وجه. وقال الله في آية أخرى: وإبراهيم الذي وفى، فجاء الجواب فأتمهن. فينشأ سؤال ثاني: الشكور جل جلاله بماذا كافأ الخليل إبراهيم بعد أن أتم الابتلاء ونجح؟ فيأتي الجواب مباشرة، قال: إني جاعلك للناس إماما. فينشأ سؤال ثالث: كيف سيكون إبراهيم عليه السلام إماما للناس، والناس هنا بدون تحديد أمة، بدون تحديد أهل بلد، بدون تحديد أهل زمان، جاعلك للناس على الإطلاق إماما؟ فينشأ السؤال: كيف ستبقى إمامة إبراهيم ضاربة في الزمن الطويل إلى يوم القيامة؟ لأن هذا مقتضى هذا العموم.
فيأتي الجواب. الجواب يخبر الله أنه سيجعل ذلك متحققاً بالأمر الكوني وبالأمر الشرعي، بالأمرين معاً، ضمانة لبقاء إمامة إبراهيم للناس إلى يوم القيامة. فكيف؟ فابتدأ بالأمر القدري، وأن أمره القدري سيكون في بعد الإنسان وفي بعد المكان. ففي بعد الإنسان أن الله جل جلاله بكمال قدرته وهو الخالق القوي الحكيم جل جلاله، من بيده قلوب العباد، أخبر أنه سيعلق قلوب عباده بهذا المكان، وأن هذا سيكون تدبيراً منه وقضاءً منه، وهذا في قوله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. ولذلك الإنسان ينظر إلى نفسه ويسمع من أخبار الناس، كم من إنسان هو في حال غفلة ثم قبل موسم الحج يجد ذاك الحنين من أعماق قلبه، لا لأن فلاناً قال له، ولا لأن فلاناً علمه، ولا لأن فلاناً دفعه، ولكن يجد ذاك الحنين نحو هذا البيت. فهذه الآية التي نجدها في نفوسنا، هذا الإنسان الذي لا يحسن الكتابة، والذي في قرية، والذي على رأس جبل، أنى له وبأي دافع يقتر على نفسه ويجمع القليل على القليل على القليل من أجل أن يجد ما يبلغه بيت الله الحرام، وقد يضيق على قوت نفسه وقوت ولده وأهله، ويعتبر أن غاية مناه أن يصل إلى هذا المكان. أمور في غاية العجب. لذلك هذا من الآيات البينات التي جعلها الله عز وجل في هذا البيت، وقال: فيه آيات بينات. هذه آية. من الذي حنن القلوب لهذا المكان؟ مكان أراده الله ليظهر هذه الآية، لا يكون في مكان فيه أنهار ولا أشجار ولا جو عليل، بل خلقه على هذه الصيغة من الفقر، فهو مكان فقير، والعبد أكثر أعظم ما يكون قريبا من ربي حال افتقاره إلى ربي، فالبلد الحرام فقير إلى ربي. فمن الذي عطف القلوب؟ الله. فإذا لإمامة إبراهيم التي يريدها الله أن تبقى سيعلق القلوب بهذا المكان، فإذا ما جاءوا لهذا المكان ماذا سيجدون؟ سيجدون ميراث إبراهيم هنا محفوظ في البلد الأمين. أودع هذا الميراث في البلد الأمين فكان حفيظاً على ميراث إبراهيم. فإذا ما جاءوا معلقة قلوبهم نحو هذا البيت، فيقول الله: ستأتون وستجدون البيت أمامكم محفوظاً بحفظ الله. فالله جعل القلوب معلقة بهذا البيت، فإذا ما جاءت بهذا الاشتياق فسوف تجد البيت باقياً محفوظاً بحفظ الله، وهذا معنى الآية: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. إذن هذا الأمر القدري في جانب الإنسان عطف القلب نحو البيت، وفي جانب المكان ستجدون البيت موجوداً. أين الجانب الشرعي؟ في الآية التي بعدها: إذا ما جئتم إلى هنا سيكون من التكليف الشرعي لكم أن تصلوا خلف حجر اسمه مقام إبراهيم، فتذكرون هذا الإمام وتكونون متأسين به وتشعرون له بالإمامة. فقال الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فجمع لإمامته بهذين الأمرين العظيمين: البعد القدري الكوني في تدبير هذه الحياة، ثم البعد الشرعي لتبقى إمامة الخليل إبراهيم عليه السلام، وهكذا بقيت سيرته محفوظة.
فإذن هذه آية. وانظروا أيضا يا إخوة، والمؤمن كما قلت في المكان هذا بقدر ما يستطيع يحمل من المبادئ والأصول التي تقوي إيمانه وتعمق فكره وفهمه. انظروا إلى الآيات التي في هذا البيت على صورة ليست لغيره وارتباطها بالأنبياء. كيف نجد في القرآن الله عز وجل يؤيد الأنبياء بأمرين؟ الأمر الأول ما هو؟ المعجزات، وهي تلك الآيات المادية، والهدف منها شيء واحد، أن تثبت لتلك الأمة المبعوث فيها ذلك الرسول أنه رسول من عند الله، شيء معجز، مثل عصا موسى، مثل سفينة نوح، مثل ناقة صالح. فإذا ما مات النبي، ما هو مآل تلك الآية؟ تنتهي، لأن دورها انتهى. هذا الأمر الأول يؤيده بالآيات المعجزة، وهذا هدفها. الثاني يؤيده بالوحي الذي يتضمن تشريعاً للناس ليضبط حياتهم وفق مراد الله. فالمعجزة تنتهي بموته، ويبقى الوحي من بعده ما شاء الله أن يبقى. على هذا الأساس ما أبقى الله ولا لنبي من الأنبياء من المعجزات بعد وفاته، كلها انتهت. ما أبقى الله إلا معجزة مادية واحدة لنبي واحد هو إبراهيم عليه السلام. ما هي؟ هو هذا المقام الذي وقف عليه فغاصت أقدامه فيه، هذه المعجزة الوحيدة الباقية للأنبياء المادية، وأبقى لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم معجزة الوحي الباقي وهو القرآن. فأصبح في مكة شرفها الله ما أيد به الأنبياء من الجهتين، ففيه الآية المعجزة المادية التي هي هذا المقام والحجر، والآية الإعجازية المعنوية وهو هذا الكتاب الذي نزل في مهبط الوحي هذا. وهذا على صورة فريدة لا تجدها في أي مكان آخر. لذلك أهل الإسلام أمام كل من يريد أن يعبث بعقائدهم في الأنبياء وجودهم وتاريخهم وغير ذلك مما للأسف أصبح مثار للشبهات، افترض أن أهل الإيمان يقولون عندنا ما نتيقن به من صدق النبوات هو هذا البيت، هو هذا المقام، هو هذا الحجر، فيجد الإنسان في نفسه من الطمأنينة. واضح؟ فنقول إذن قضية الأمن، هذا الأمن القدري الذي جعله الله عز وجل، وأول ما كان كما قلت مرتبط بالبيت، أيضا يدخل فيه تأمين هذا البلد من فتنة عظيمة على دين الناس، بل أعظم فتنة، وهي فتنة المسيح الدجال. فهذا البلد مؤمن وأهله أن يدخل عليهم هذا المسيح الدجال. إذن البيت مأمون، وأعظم فتنة على دين الناس، الناس هنا مؤمنون منها، ثم أعظم وباء يفتك بجسد الإنسان، إذن أمن على الدين، الآن أمن البيت، ثم أمن الدين من أعظم فتنة، ثم أمن أبدان الناس من أعظم وباء يفتك بهم وهو الطاعون. والطاعون منذ أن نطق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص لم يدخل الطاعون مكة شرفها الله. وعلى تعاقب الزمان والعلماء يكررون هذا القول، قالها الإمام النووي في القرن السادس، قال وإلى هذا الزمان لم يدخل الطاعون مكة، وقالها من بعده بقرون، قالوا والطاعون إلى هذا الزمان لم يدخل مكة، ونحن نقولها إلى اليوم لم يدخل الطاعون مكة. إذن أمان قدري،
من أعظم وباء يفتك بالإنسان، هذا ثالثا. رابعا أمان على مبدأ العزة والكرامة وعلى مبدأ سلطان الإيمان، فضمانة بأن مكة لن تغزى من كافر كفرا صريحا إلى يوم القيامة، أمان قدري وأنها ستبقى بلد إسلام، أمان قدري. إذن هذا كله أمن قدري. الأمن الشرعي هو ما أوكل للناس أن يقوموا به وأن ينجزوه في هذا المكان، فهذا الذي أنيط بالناس يمكن أن يتحقق ويمكن أن لا يتحقق على قدر استجابة الناس لأمر الله عز وجل. من ذلك ما مر معنا في الحديث السابق، قطع الشجار، أخذ اللقطاء، صيد، قتل الصيد، هذه كلها أمن شرعي يكلف به العبد، تتحقق بقدر الاستجابة ولا تتحقق على قدر المخالفة والمعصية. كذلك إراقة الدم، كذلك تأمين الإنسان، من دخله كان آمناً، أي بمعنى أمنوه، بمعنى أن من دخل هذا المكان لا يليق بأهله إلا أن يؤمنوا من جاءهم إذا أراد فعلاً بيت ربه. فإذا هذا نسميه أمن شرعي. كذلك أن يكون الإنسان في هذا المكان على أحسن حال في الاستقامة والطاعة، وأن يتجنب كل المعصية، ليكون مظهر هذا المكان أنه بلد طاعة وعبادة، هذا مطلب شرعي ومحل تكليفي، قد يتحقق وقد لا يتحقق، واضح؟ فإذا هذا الفرق بين الاثنين. فالنص الذي بين أيدينا حديث جابر، من أي الأمنين؟ من الأمن الشرعي، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح، لأن الأصل أن كل من فيها جاء لعبادة الله، وكل من يسكنها مسلم، وكل من يفد إليها مسلم، وهل القتال يكون بين المسلم والمسلم؟ إذن الأصل أنه لا يكون ذلك، فإذا لا حاجة إلى حمل السلاح. فمن هنا جاء هذا الحكم. وهنا فمكة شرفها الله لعظمتها، جعل لها هذا الأمر. ولذلك نقول يا إخوة، من تأمل حقيقة مجموع النصوص، نحن نقول ليس فقط أن الله يريد أن يكون هذا يعني بلدا يشيع فيه الأمن، بل يريده الله أن يكون مضرب المثل والقدوة لأهل الأرض كلهم، أن هذا البلد المنسوب لأهل الإسلام آمن بلد في الدنيا، آمن بلد في الدنيا. ولذلك هنا يأتي الأمن الشرعي، والإنسان أنت مكلف بما أنيط بك، إن غيرك خالف يحمل وزرا، لكن احذر أن تكون أنت من يحمل هذا الوزر، واحذر أن يكتب لك في هذا المكان ما ينقض أمنه، كما قلت بالأمس مما يعين الإنسان. تفكر الإنسان في هذه المكانة لهذا البيت ولهذا البلد الحرام، كما رأينا في الآيات وسمعنا في الأحاديث وارتباطه بالأنبياء، ودائما تذكر المكان الذي تسير فيه مكان سار فيه الأنبياء، سار فيه أمين الوحي جبريل، الصحابة رضوان الله عليهم، فكل هؤلاء تحركوا هنا. فهل أنت تأتي من أقاصي الدنيا لتعصي الله في مكان تحرك فيه هذه الصفوة من الرسل والأنبياء والملائكة؟ فلذلك لماذا سبحان الله مكة الأصل في دخولها يدخل الإنسان محرماً، وهو لباس ما ألفه طول حياته في بلده، وهذا فيه تهيئة نفسية
للإنسان أنه سيدخل مكان أصبحت نفسيته مستعدة أن يعيش على نمط غير معتاد عليه، وأنها أيام سيقضيها على حياة أخرى. ذلك الإحرام، حتى قلنا التلبية، ذكر ما يشرع إلا عندما تدخل هذا البلد فقط. هل يشرع لنا هذه التلبية لو دخلنا مثلا المدينة، المسجد الأقصى، أي مسجد، أي بلد؟ لا، إلا إذا دخلت مكة. وهل يشرع أن تلبس هذا الإحرام لدخولك لأي مسجد، لأي بلد؟ لا، إلا مكة، إلا مكة. فلذلك هذا الأمر كله، ثم هذه العطايا، الأجور المضاعفة على طريقة عظيمة، كله لماذا؟ حتى أن الإنسان الذي في غريزته حب الجمع يرى أنها فرصة. صلاة ب100,000، صلاة تعدل أجر إنسان، يعني صلاتي في بلدي 55 سنة وستة أشهر وعشرين يوم، آتي هنا فرض واحد يكون لي أجر تلك الصلوات كلها. ثم الأعمال الصالحة مضاعفة، كل هذا ليش؟ حتى يصبح همة الإنسان في هذا المكان في مدة بقائه متجهة إلى هذا الغنم العظيم أن يحوزه، ومن ثم لا مكان للمعصية والذنب وما يخل بالأمن أو غير ذلك. فأعطاك الله ذلك عونا لك، عونا لك إذا جئت إلى هذا المكان حتى تتأدب بهذا الأدب العظيم. ثم أنت أيضا، يعني سبحان الله، أراد الله أن يكون هذا النموذج يتمثل من أهل الإسلام في كل مكان، فالحجاج يأتون من كل مكان، وكل إنسان يمثل جهته، فكن خير من يمثل من وراءك في هذا البيت. فإذا كل هذه يا إخوة معاني تجعل الإنسان يقف مع نفسه ويتأمل في هذه المعاني. فإذا هذا النص، النهي عن حمل السلاح بمكة، أيضا نأخذ منه أن الشريعة من طريقتها وتشريعها سد ذرائع الشر وكل ما فيه مظنة الأذى. أيضا أن حمل السلاح بمكة يجوز في حال الضرورة الشرعية والحاجة الشرعية، فلذلك لا بد أن يكون منضبطا بهذه الحاجة الشرعية. وأيضا تحريم القتال بمكة، تحريم القتال بمكة. فإذا هذه من الأشياء المتعلقة بهذا النص. الحديث العاشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. هذا الحديث العظيم، حديث أنس بن مالك الذي نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر عن هذه الضمانة القدرية، وهي ضمانة كما قلت متعلقة بأمن هذا البلد من أعظم فتنة على دين الناس، على دين الناس، وهو المسيح الدجال. وحديث المسيح الدجال معلوم معروف في صحيح الإمام مسلم في خبر تميم الداري رضي الله عنه، وأنه رآه يوم أن كان في سفرة في البحر فغرقت بهم سفينتهم، فركب على أقرب السفينة على بعض أخشابها حتى ألقته الأمواج على جزيرة، ثم كما قال فرأيت دابة أهلب، أي كثيرة الشعر، لا يعرف قبولها من دبورها، فحدثته فخاف منها فقالت أنا الجساسة، ثم أخبرته عن رجل بالدير، يعني في مثل المكان في جبل،
وقالت أن فيه رجلاً وإنه لخبركم بالأشواق. فدخل عليه تميم قال: فرأيت رجلاً أعظم ما يكون من الرجال، مقيد أعظم ما يكون من القيد، قيدت يداه إلى رجليه. قال وبدأ يسأله عن نبي العرب وغير ذلك من الأسئلة، ثم أخبره عن نفسه وأنه المسيح الدجال. فهذا المسيح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيكون له خروج في آخر هذه الأمة، وأنه يسيح في هذه الأرض، وأن الله يجعل على يديه من الفتنة للناس ذلك، لأن حكمة هذا الوجود الرباني هو الابتلاء، كما قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الله ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذه من أعظم الفتن التي تمر على بني آدم، فتنة المسيح الدجال، وأن يقول للناس أنه ربهم الأعلى، وأنه معه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور والفتن العظيمة، فمعه نهر من ماء ونهر من نار، من قد آمن به فيعني يدخله في ذلك النهر من الماء، ومن لم يؤمن به أدخله في ذلك النهر من النار، وغير ذلك مما جاء في الأحاديث. فالعبرة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن تأمين هاتين المدينتين من فتنة المسيح الدجال، وأنه لن يدخل لا مكة ولا المدينة، ولكن المدينة وإن كان الدجال لا يدخلها سترجف بأهلها، تهتز ويقع فيها هزة أرضية، زلزال يكون سبباً في أن يخرج منها كل كافر ومنافق، ومكة لا يقع فيها ذلك، ويبقى أهلها آمنون من هذه الفتنة، من هذه الفتنة. فإذن هذا الحديث يؤكد لنا فضل مكة شرفها الله، وفضل المدينة حرسها الله. فإذن هذا تأكيد لفضل هاتين المدينتين، مكة والمدينة. أيضا نأخذ منه فضل مكة والمدينة على سائر مدن الدنيا، وأنها ستكون في آخر الزمان آمن البلاد، آمن البلاد، مكة شرفها الله والمدينة. وأيضا فيها إعجاز للنبي صلى الله عليه وسلم، إعجاز غيبي للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر عن ذلك الأمر وأنه كائن لا محالة، وهو أحد دلائل النبوة التي ستبقى في هذه الأمة. أيضا يعني فيه فضل أهل الإيمان الذين يسكنون هاتين المدينتين، فضل أهل الإيمان، حيث أن الله عز وجل سيحفظ عليهم دينهم ويبقى لهم إيمانهم، ويبقى لهم إيمانهم. وأيضا سبحان الله، كما قلنا يعني هنا حكمة في بقاء أهل الإسلام بمكة ولا يدخل عليهم، ليبقى هذا الدين، فيبقى تعظيم البيت ولو كان من أهل البيت، فيكون سببا في بقاء البيت، فتبقى الدنيا، لأن المسيح الدجال يقتله عيسى عليه السلام، وبعده تبقى حياة لأهل الإيمان. فلو دخل وأفسد دين الناس هنا، لأنه لو فسد أهل مكة أهل هذا البيت لقامت الساعة، فلذلك حفظ إيمان أهل هذا المكان. أيضا في هذا المسار التدبيري القدري العظيم من ربنا جل جلاله، وأيضا هذا فيه تحفيز ودافع لتحقيق أمن مكة الشرعي المأمور به، إذا كان الله أمن هذا البلد قدرا من أعظم فتنة، فيكون هذا محفز لكل مسلم أن يكون سبب الأمن الشرعي في مكة شرفها الله، ليتكامل الأمن هنا قدري وشرعي.
الحديث الذي بعده الحديث الحادي عشر عن الحارث بن مالك بن برصاء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول: لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة. يوم الفتح، يوم فتح مكة في العام الثامن، النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس، ومما قال هذا النص الذي نقله الحارث بن مالك بن برصاء. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه الحارث؟ قال: لا تغزى هذه، ويشير إلى ماذا؟ إلى مكة، إلى هذا البلد. لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة. والمقصود هنا غزوها كما قلت من كافر كفرا صريح، فإن ذلك لا يكون. وأما ما حصل من الفتن فإنما هو بين أهل الإسلام، وهذا كما قلت يتعلق بالأمن الشرعي. فما حصل من أهل الإسلام من فعل يعني ابن الزبير في عهده والحجاج، وكذلك ما حدث زمن القرامطة ومن بعدهم، فهذه أمور حدثت بين أهل الإسلام، فلذلك هي خارج هذا النص. فالنص هنا يخبر عن أمن قدري، فالأمن القدري متعلق بأن مكة بعد فتحها لن يغزوها كافر، بمعنى لأن أهل الإسلام حتى إن تغلب أحد الطرفين فهو يريد أن يبقى في هذا المكان الإسلام، لكن أن تغزى مثلا من كافر كفرا صريح فهو يريد أن تتحول إلى ديانته وملته التي هي غير الإسلام، فلذلك هذا لا يكون إلى يوم القيامة. فالذي نأخذ من النص الفوائد التالية: أولها أن أهل مكة لا يرجعون إلى الكفر كلهم، فلا يغزون على كفرهم، لا يغزون لأجل أن يكفروا بالله، فهذا لن يكون، لن يغزى ممن يريد أن يحول دينهم من الإسلام إلى الكفر، فهذا لن يكون. إذن هذا الفائدة الأولى، وهذا مناط الأمن القدري. الثاني أن مكة آمنوا بلاد الإسلام إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة آمنوا بلد، ولذلك عمل الخير فيها وتشييد الخير فيها فسيكون ذلك من آمن البيئات. ولذلك كما جاء عن ابن مسعود قوله: ما أودع أحد مكة شيء فضيعته له، ويستدل على قوله بميراث إبراهيم. فهذا إبراهيم أودع ميراثه هذا البلد، وها هو الشاهد على أمن هذا البلد. ولذلك في قول الله وقسمه وهذا البلد الأمين، من المفسرين من يقول وهذا البلد الأمين، أي أن هذا وصف للبلد، يعني ليس وصف للإنسان فيه، بل هو وصف لذات البلد أنه موصوف بأنه أمين، أي إذا أودع الإنسان فيه شيء سيحفظه له. ومن الأدلة على ذلك التي تؤيد هذا المعنى الحجر، فإنه ما أودعه أحد استلاما أو قبلة بصدق إلا جاء الحجر يوم القيامة ويسلم تلك الوديعة بشهادة بين يدي الله عز وجل. وكما يأتينا الحديث، فإن النبي عليه السلام قال: يؤتى بالحجر يوم القيامة وله عينان ولسان ينطق يشهد على كل من استلمه بحق. فلذلك هذا عمل صالح، فالحجر يأتي ليقدم الشهادة لكل من قبله، وأن الله جعل فيه تلك القدرة والكفاية أن يعرف صدق ذاك الاستلام أو القبلة، إن كانت بإيمان واتباع وصدق أو كانت بغير ذلك. فإذا مكة آمنوا بلاد الإسلام إلى يوم القيامة، وكذلك مكة أفضل بيئة دائمة لأهل
الإيمان إلى يوم القيامة، وأيضا فيه تحفيز لأهل مكة والوافدين إليها على الاستقامة فيها. بلد بهذه الكيفية والله لا يليق أبدا لمن أكرم بسكناه أو الوفادة إليه أن يخل بأمنه وبطهره وبنقائه وبصفائه وبقدسيته وبجلاله وبتعظيمه، بل يكون الإنسان متأدبا. لذلك كان من العلماء في بعد أن فهموا هذه النصوص والله مواقف عجيبة، من كان يأتي يحاول أن لا يرفع صوته. الصحابة ابن عمر كان له بيتين، بيت في الحرم وبيت خارج الحرم. إذا أراد أن يعاتب زوجته أخرجها إلى البيت الذي في الحل وعاتبها، خوفا من أن يكون هو المخطئ وأنه فعل ذلك داخل الحرم. إلى هذا الحرص. فلذلك من العلماء عندما فهموا هذه المعاني تعاملوا مع هذه البقعة بهذا الجلال وهذا الاحترام، بل كان بعضهم إذا جاء لا يماكس التاجر خوفا من أن يكون الممارسة جدال وأنه يكون جادل في هذا البلد، إلى غير ذلك من المواقف العظيمة التي كانت لسلف الأمة احتراما لحرمة هذا الحرم. بل كما ذكر ابن عباس قال حج 30,000 من الحواريين، فعندما شارفوا التنعيم خلعوا نعالهم تقديسا للحرم، مشوا حفاة تقديسا للحرم. فإذا هذه آداب دونها التاريخ وسطرت عن سير أهل الفضل والصلاح عندما دخلوا هذا البلد. أيضا هذه آية باهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من زمنه وإلى يومنا لم تغزى هذه أبدا على هدف تكفير أهلها أو أن تكون بلد كفر، فهذا لم يكون إلى هذا الزمان، ونقول لن يكون إلى نهاية هذه الدنيا. فهو ما كان من زمنه إلى الآن عليه الصلاة والسلام، وسيبقى هذا الأمن باقيا إلى آخر أيام الدنيا، إلى أن تقبض أرواح المؤمنين بتلك الريح الباردة التي تدخل عليهم بعد نزول عيسى، وتفقد الأرض كل من يقول الله الله، فعندها يختل نظام ذلك الكون مقدمة لنهاية الحياة. ثم كما أيضا نأخذ فضل مكة شرفها الله، وأن هذا النص لبنة في بناء هذا التعظيم في قلوبنا نحو هذا البلد وهذا البيت وهذا المسجد. الحديث 12 عن المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما قالا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليع، فخذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألحت، فقالوا: خلأت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها،
ثم زجرها فوثبت الحديث. حديث المسور ومروان. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة نحو مكة، وكان ذلك في السنة السادسة، وكان معه 1500 من أصحابه. في السنة السادسة قصد مكة، ومكة يسكنها قريش وما زالوا كفارا، وأمر إدارة هذا البيت بيدهم. فقصدها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العام، ولم يرسل أحدا لقريش، وكانت قريش تبعث بين الفينة والأخرى من رجالها من يعني يسيرون في طريق المدينة يتفقدون الخبر، هل النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يغزوهم أو أن يدخل عليهم حتى يكونوا مستعدين. ففي تلك السنة عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة وأحرم من الميقات، من ميقات المدينة ذو الحليفة، فحتى اقترب من مكة ووصل إلى هذا المكان المعروف بالغميم، المعروف بالغميم. وهذا المكان قبل عسفان، إذا كان من يعرف عسفان، وعسفان بين مكة والمدينة، عسفان تبعد من هنا تقريبا قرابة 70 كيلو، هذا قبلها بثمانية أميال. هذا المكان يسمى الغميم. عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المكان، بلغه أيضا النبي عليه الصلاة والسلام، كان يفعل كما تفعل قريش، فيبعث أمامه عين تنظر له الطريق فتسير قبله بمسافة وتخبره بأن الطريق آمن فيتقدم. فجاءته، فجاءه عندما وصل في الطريق وبعث عينه، جاء له الخبر بأن خالد في هذا المكان يرقب خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل سيقدم عليهم غازيا أو لا. فرجعت العين وأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ما كان يريد أن يصل الخبر لقريش، أراد أن يباغتهم. بماذا؟ يباغتهم بدخوله عليهم محرما، وأن ذلك سيجعلهم لا يردوا لما كان معروفا عندهم منذ أيام الجاهلية، وهو من ملة إبراهيم، وأنهم لو ردوه وسمعت العرب فسيكون هذا نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام وثلب في قريش. فأراد أن يباغتهم بإحرامه هو ومن معه، وما أراد أن يكون أي نزاع ولا مواجهة حتى يدخل عليهم أرض الحرم. هكذا كان ترتيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما بلغه أن خالدا بالغميم، وندرك أن الطريق من المدينة إلى مكة سيجعل الإنسان يدخل من جهة التنعيم، جهة مسجد السيدة عائشة، هذا الطريق المألوف. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما بلغه أن خالدا أمامه؟ أمر من معه أن يتجهوا نحو اليمين، اتجاه الغرب باتجاه البحر، أي باتجاه جهة جدة، ثم اتجهوا. وخالد ما أدرك مجيئهم إلا وهم قد أصبحوا بعيدا عنهم، لا يرى إلا قترة دوابه عندما تمشي وارتفع الغبار، وأصبحوا بعيدين منه، وبدأوا يقتربون إلى مكة من الجهة الأخرى، من الجهة الغربية.
بعد أن كان المفروض دخولهم من الجهة الشمالية من جهة التنعيم أصبحوا اتجهوا إلى الغرب وأرادوا أن يدخلوا مكة من غربها، وهذه جهة الحديبية أو ما يعرف الآن بالشميسي، وتبعد من هنا قرابة 22 كيلومتر. فعندما رأى خالد ذلك انطلق مسرعا إلى أهل مكة ويخبرهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم ومعه جيش. طبعا هو لم يطلع أنهم محرمين لبعد المسافة التي بينه وبينهم. فخرجت قريش بأحابيشها بعد أن أدركوا الجهة. فهنا الحدث الذي في هذا النص، فإذا قوله زمن الحديبية إذا في العام السادس، وسميت الحديبية وسميت عمرة الحديبية لأنهم جاءوا محرمين، جاءوا محرمين. فحتى إذا كانوا ببعض الطريق قبل أن يصلوا إلى الغميم، العين أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أن خالدا هناك يترصد ويستطلع الخبر. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في قوله هنا إن خالد بن الوليد بالغميم، أي المكان هذا الذي بعد عسفان، لقريش طليعة أي عين، يعني أرسلوه طليعة لهم يترقب لهم الأمر والطريق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فخذوا ذات اليمين، أي الذي يقدم من المدينة، الغرب سيكون عن يمينه، فاتجه بهم ذات اليمين. قال فوالله ما شعر بهم خالد، ما انتبه، ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، يعني لا يرى إلا غبارهم عن بعد كبير. قال فانطلق أي خالد يركض أي بسرعة على خيله نذيرا لقريش ينذرهم بمجيء محمد عليه الصلاة والسلام. قال وسار النبي، استمر النبي صلى الله عليه وسلم في سيره مسرعا راغبا في أن يدخل أرض الحرم. سار وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية، الثنية كما قلنا المرتفع دون الجبل، الثنية التي لو نزل منها لهبط عليهم، أي لهبط على قريش في أرض الحرم. فعندما وصل إلى الثنية وقبل أن يهبط ماذا حصل؟ حصل أمراً عجيباً. النبي عليه الصلاة والسلام كانت له ناقة القصوى معروفة بقوتها وجلدها وسرعتها، فعندما وصلت إلى ذلك المكان بركت في الأرض، جلست، قال بركت راحلته. فقال الناس حل حل، هذا الصوت يقال للناقة للدابة إذا كانت جالسة حتى تقوم وتسير، فبدأوا يقولون لها هذا الصوت حتى تقوم لتسير برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فألحت، أي استقرت في الأرض وتمكنت ورفضت أن تتحرك، هذا معنى ألحت، بمعنى أنها بركت وجلست جلوسا ثابتا رافضة أن تقوم من مقامها. فقال الناس وهم ما فقهوا الأمر العظيم، قال الناس خلأت القصوى، ما معنى خلأت؟ تعبت، تعبت وأعياها طول السفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى، ما تعبت، ما خلأت القصوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، فهي دابة قوية سريعة جلدة، وما ذاك لها بخلق، ولكن ما الذي أقعدها؟ ولكن حبسها حابس الفيل، منعها من الدخول ما منع الفيل، حيث أن الدابة ألهمت وخشي أن يكون دخول النبي صلى الله عليه وسلم دخول منتهك لحرمة الحرم، فلذلك بركت.
فأعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أن دخوله دخول معظم لا دخول منتهك، فقامت وسارت. وكيف كان الإعلام؟ قال: ولكن حبسها حابس الفيل، ثم قال: والذي نفسي بيده، يقسم بربه الذي أمر حياته بيديه جل جلاله، والذي نفسي بيده، لا يسألوني من قريش على كفرهم، لا يسألوني خطة أي أمرا يكون مؤداه ونتيجته وثمرته تعظيم الحرم إلا أعطيتهم إياه، وإن كانوا كفارا، وإن كانوا كفارا. قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة أي أمرا يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. قبلته منهم وأعطيتهم إياه. وبعد أن قال هذه الكلمات زجر القصوى وضرب على مؤخرتها، فإذا بها تقوم وتسير في سيرها تواصل، حيث أصبح أن دخوله دخول معظم لا دخول منتهك للحرم. وهذه آية عظيمة شهدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنأخذ من هذا النص فوائد عظيمة. الأولى أن في انحباس ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسير عظة وعبرة في تعظيم البلد الحرام، فقد أراد الله عز وجل أن يبين لرسوله صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام ترك القتال في الحرم تعظيما لبلده الحرام، أن لا يفعلوا ذلك. وكان البيان ذلك بفعل القصوى، بفعل القصوى. هذه واحدة. أيضا تعظيمه صلى الله عليه وسلم لحرمات الله موافقة لله عز وجل، موافقة لله عز وجل، فقال قولته: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. أيضا عظم حرمة مكة عند الله عز وجل وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. التمثيل بحبس الفيل أن الصحابة لو دخلوا عنوة بدون إذن من قريش فستكون مدافعة من قريش، ومن ثم سيكون ذلك مدعاة للقتال، فلما كان هذا الأمر هو المتوقع فمنعوا من الدخول بذلك الأمر وتوسار التوقف. وهذا أيضا لعلم الله أن عددا من أولئك الكفار الذين كانوا في قريش سيكونون ممن سيسلم وسينصر الله عز وجل بهم الدين، ولا أدل على خالد نفسه هذا الذي كان يعني نذيرا لقريش من قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أصبح سيفا سله الله على المشركين. وكذلك ابن فرعون الأمة عكرمة ابن أبي جهل أسلم وكان صحابيا جليلا وكانت له مواقف في الإسلام عظيمة، ومنهم صفوان ابن أمية ابن خلف الذي قتله النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد، قتل وابنه أسلم بعد ذلك وفي هذا اليوم كان كافرا. إذن كم من أولئك الذين كانوا في ذاك الموقف كفارا أسلموا بعد ذلك، فلو دخل ذلك الجيش وحصل قتالا لقتل من هؤلاء، وفي علم الله أنهم سيسلمون. أيضا الإشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى اعتبار كل خصلة نبيلة أو عمل شريف يؤكد على هذا المعنى العظيم، تقديس البلد الحرام وتعظيمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبله ولو كان من كافر، فكيف إذا كان هذا الأمر من مؤمن ومسلم؟ واضح. فلذلك هذا من تعظيم هذه
الحرمات لهذا البلد الحرام، وهذا موقف عظيم كان للنبي صلى الله عليه وسلم نأخذ منه تلك الفوائد، والتي أعظمها موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعظيم الحرمات في هذا البلد الحرام. ثم الحديث الذي بعده عن عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها، فإذا تركوها وضيعوها هلكوا. هل الخبر هنا عن سكان الحرم فقط؟ هل الخبر هنا عن العرب فقط؟ أو الخبر عن الأمة في كل مكان كان؟ موقف أهل الإسلام مع البيت هو ميزان حالهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال هذه الأمة، أي ستبقى هذه الأمة بخير، وهذا الخير كماله وتمامه أو نقصه أو وجود العقوبات والهلكات ونزول النوازل على هذه الأمة على قدر موقف هذه الأمة من هذا البيت وتعظيمه وإجلاله وتقديسه والقيام بحقه. ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها، لذلك عندما تنتهك هذه القدسية تماماً تكون القيامة، وعندما يقل التقديس تكون المصائب العامة على هذه الأمة دون الهلاك العام. فالهلاك العام لأهل الأرض كلهم بحسب الموقف من هذا البيت، ولذلك ذو السويقتين فعله فعل منتهك بحرمة الحرم، لذلك كانت العقوبة العظيمة وهي زلزلة الأرض وانشقاق السماوات ونهاية الدنيا. بماذا؟ بانتهاك حرمة الحرم، حرمة البيت. وأما عندما يكون ذلك جزئياً من أهل الإسلام فالعقوبة تكون بالنوازل والعقوبات العامة التي تتسع على هذه الأمة على قدر ما يكون منها من الانتهاك والتقصير. لذلك التعظيم شعيرة، وشعيرة عظيمة، وقالها الله في كتابه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا في هذا النص، ولذلك ابن القيم يعني يشير إلى هذا الأمر ويربط هذا النص أيضا بقضية القيامة، أن فعل ذو السويقتين هو فعل انتهاك للتعظيم، تعظيم الحرمات، تعظيم المقدسات التي أمر الله عز وجل بتعظيمها. لذلك هنا شأن المسلم كيف يكون غيور على هذه الحرمات، وأول ما تتجلى غيرته في فعله هو أدبه واحترامه وتعظيمه وحبه وإجلاله وتربية أولاده وأهله وتعليم من حوله لهذا العلم. هذا يدل على أن الإنسان يحمل هذا المعنى، لكن السؤال: ماذا قمنا بمثل هذه الأمور؟ تعلم هذا العلم، نشره كما كان وسلم ينشره بين الصحابة وكما كان الصحابة ينشره بين الناس. فلذلك هذا معنى عظيم. فلذلك تعظيم الأمة للبلد الحرام وقاية لها من الفتن العامة. الفتن العامة يكون الناس في مأمن منها على قدر ما يكون منهم من التعظيم لهذا البيت ولهذا البلد الحرام. أيضا الجزاء من جنس العمل، إذا أهانت الأمة ما يستحق التعظيم يهينها الله،
جزاء وفاقا، فهذا مكان يستحق التعظيم، فالجزاء من جنس العمل. أيضا يكون تعظيم هذا البلد بما جاء في كتاب الله جل جلاله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ابتداع وبدون تزيد من عند الإنسان من نفسه، فنحن مأمورين بالاتباع. الطواف حول البيت تعظيم، الصلاة نحو البيت تعظيم، دعاء الله باتجاه القبلة تعظيم، ألا يتفل الإنسان باتجاه القبلة تعظيم، ألا يجلس في حال قضاء حاجته باتجاه القبلة أو استدبارها تعظيم، أن يحب هذا البيت وأن يعتبر حبه إيمان تعظيم، أن يطهر هذه الأرض من الأقدار والأنجاس تعظيم. ليش؟ لأن هذا كله فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه وهدى إليه. فإذا التعظيم يكون بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إنسان يأتي ما أذن لنا أن نقبل أو أن نمسح إلا الركنين، ما أمرنا أن نلصق صدورنا إلا في الملتزم بين الباب والحجر، ليس بكل أجزاء الكعب، فضلا عن غيرها. فلذلك التعظيم هو اتباع، كما قالها عمر نظر عندما جاء الحجر قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ويستلمه فأنا أقبلك وأستلم. إذن هي اتباع وليس ابتداع من عند نفس الإنسان، يمسح بهذا العمود ويمسح بهذا العمود، ليس صحيحا. فلذلك يكون الإنسان حتى يكون معظم، لأنك إن خالفت ستكون منتهك لحرمة هذا المكان. كذلك يعني كل مثلا ما في هذا البلد من مثلا يقف بحراء أو بغيره ليصلي إلى الغار أو إلى يعني أن يمسح أو غير ذلك، من الذي أذن لك بهذا؟ واضح؟ فلذلك التعظيم اتباع وليس ابتداء. أيضا نأخذ من خلال النص أن تعظيم البلد الحرام أصل عظيم في الدين وشعيرة من شعائر الدين العظيمة ذات الأثر على مصالح الأمة بأكملها. لذلك نحن نقول الحجاج كم يحملون في هذا الباب والله من الأمن لأهل الأرض وللأمة. لذلك الحاج عندما يعني ينجز هذا العمل يستشعر هذه القيمة لما أكرمه الله به من العمل وأثره العظيم على أمن الناس وأمن الأرض، يستشعر هذا المعنى. أيضا نأخذ منه ضرورة التربية على تعظيم البيت والبلد الحرام والبيت الحرام، فإن هذا الحديث حقيقة يعني يحتاج أن يكون لكل مسلم له دور معه. الإنسان مسؤول عن أهله وولده، وأن الإنسان إذا لم يبلغ وحصل الانتهاك من ولده إذن سيكون هذا محسوب عليه أيضا لتقصيره في هذا الأمر. فإذا هذا البيان وهذا التعليم ينبغي أن يكون محل العمل من كل إنسان مسلم، من كل إنسان مسلم. لذلك ابن عمر النماذج العملية في هذا الباب، ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يطوف بالبيت الحرام ومعه مجاهد، ومجاهد تلميذه، مجاهد تلميذ ابن عمر، وبعد ذلك صار عالما لأهل مكة. فكان يطوف ابن عمر ومعه مجاهد، فمر بحقة أي جرار فيه درة، يعني فيه جوهرة ثمينة، فلم يعرضا لها ولم يأخذها في مكانها، صاحبها يأتي يجدها في مكانها، ومجاهد يأخذ هذا الدرس أيضا مع يفعل ذلك مع طلابه، جاء وجدوا شيئا في الأرض، فالذي معه أراد أن يحمله فضربه على يده: لا تحمل، أبقيها في مكانها، يأتي صاحبها ويأخذها. فإن الإنسان
يجد أن هذا المكان الآمن إن ذهب منه شيء لن يضيع، هذا أمن شرعي لابد أن يتعامل به الجميع في هذا البلد، لا تحل لقطته إلا لمنشد إلا لمعرف عند قدرة تحملها وتدور بها في الناس حتى تصل إلى صاحبها، ما عند قدرة أبقيها في مكانها. فإذا هذا معنى عظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ونكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، ونكمل في الغد بمشيئة الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.